معكم الناس بعد مدرب المغرب إيرفي رونار مهاجم النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله من التشكيلة المستدعاة لكأس أمم أفريقيا 2019 بداعي الإصابة. وبحسب طبيب منتخب أسود الأطلس فإن حمد الله يعاني من آلام على مستوى الظهر والورك وسيجري فحوصات طبية الجمعة للوقوف على حجم الإصابة. يضطر اللاعب إلى مغادرة المعسكر وبالتالي غيابه رسميا عن كأس أمم أفريقيا. وفور صدور هذا القرار تم استدعاء عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أكادير للانخراط مع المنتخب قبل التوجه إلى مصر. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.